مرحبا مواليد برج الجدي، معكم كارمن شماس. كيف بده يكون الأسبوع من الاثنين الثلاثة للأحد 9 نيسان أبريل؟ شو في عنا في هذا الأسبوع؟ هذا أسبوع متعب شوي بسبب طبعا الحدث الأهم وهو اكتمال للقمر في برج الميزان، يلي عم بيشكل هذا القمر المكتمل عم بيشكل مربع من طرفين، يعني من الشمس ومن القمر المكتمل لبرجكم، فبدكم تكونوا منتبهين. هذا القمر المكتمل يقع بالنسبة لبرجكم في المنزلة العاشرة اللي هي منزلة الاهتمامات، الشغل، السمعة، النجاحات، ويمكن حتى المسؤوليات والأهل. فبدنا ننتبه، خلونا نسمع. يلي ما سمع بعد برجه الشهري رجاء لازم تسمعوه، لأنه شهر نيسان مهم جدا، انتم معنيين فيه بطريقة مباشرة. بتلاقوا الرابط عندي بعلبة الوصف. التنين والتلاتة، تنين تلاتة، الأربع أربعة، القمر موجود ببرج العذراء، برج العذراء هو البيت التاسع. وجود القمر في برج العذراء هو عم يشكل مثلث مع برجكم، عم بيساعدكم بطريقة كتير كبيرة، وعم بيقلكم انطلاقة هذا الأسبوع المتعب ستكون جيدة جدا، ومطلوب منكم تكونوا أذكياء وتاخذوا من هذه التأثيرات أكثر شيء بتقدروا، لكن أكثر شيء بتقدروا لحتى تكونوا واعيين وتروحوا للآخر، بمعنى تشوفوا هذا الأسبوع شو في بهذا الأسبوع وتخلصوه وتنهوا كل شيء مطلوب منكم المعقد التنين والثلاثة. حتى ولو عم تشتغلوا بأي مبادرة بعدين فيكم التنين والثلاثة تمهدوا لها وتشيلوا من دربكم الأصعب. أجمل يومين هن التنين والثلاثة طبعا فلكيا من ناحية التوقيت. الأربعاء والخميس وتحت تأثير الفول مون من البيت العاشر، القمر موجود ببرج الميزان، بحط قدامكم على الطاولة وعلى المكتب كل شيء صعب، كل شيء في مسؤولية، كل شيء في ركض، من الصبح دقدقة التليفونات، من الصبح إيميلات، من الصبح متطلبات، عائلة، بيت، شغل، كل شيء، كل شيء معقول يتكركب. لكن لانه في عنا فول مون بدنا نكون واعيين، القمر ببرج الميزان مكتمل معناتها في قصه كثير مهمه ما بتنتكترك وما بتنهمل، لانه البيت العاشر هو بيت اهتمامات كبيره وبيت واجبات وبيت مسؤوليات، يمكن تكون عائليه، يمكن تكون مهنيه، يمكن تكون اكاديميه، ما حدا بيعرف. بعض مواليد برج الجدي يمكن يكون عندهم مؤتمر مهم، يمكن عندهم كلمه بدهم يقولوها، يمكن عندهم مقابله كتير مهمة مصيرية، فبدنا نكون واعيين، خاصة لأنه فول مون، مش إنه قمر عادي ببرج الميزان، هيدا فول مون، الفول مون يجلب معه حدث أو يجلب معه نتيجة أو خبر. الجمعة 9:30 صباحا توقيت بيروت الصيفي بيترك القمر برج الميزان بيروح لبرج العقرب الصديق، بيبقى كل السبت وبيبقى الأحد حتى الساعة 4 بعد الظهر توقيت بيروت الصيفي. فترة وجود القمر في برج العقرب هي لحتى توقفوا على إجريكم تشوفوا شو اللي صار وتظبطوه دغري على الحارك على السريع، مش إنه تقعدوا ما تعملوا شيء، وفي بالعكس قوموا باتصالات، قوموا شوف شو بدكم تعملوا. عطلة أسبوع معلش، في ناس يمكن ما عم تشتغل، في ناس بإجازة معلش، فينا نعمل شوية اتصالات، فينا نبعت إيميلات، فينا نبعت مساجات مثلا، فينا نشتغل على الواتساب أب. حسب انتم، ما تتركوا المشكل موجود، حاولوا تطفوا النار. الاحد الساعة 4 بعد الظهر توقيت بيروت الصيفي بيروح القمر لبرج القوس، وهون بتدخلوا بفترة تقريبا على الاقل 48 ساعة من الهدوء والخمول والتعب ويمكن حتى بعض خيبات الامل، فكونوا حذرين. بالنسبة لمواليد برج الجدي في بعض التأثيرات الحلوة من أورانيوس لمواليد 7 و8 كانون الثاني يناير. بدي أتمنى لكم أسبوع حلو، تابعوني مع الأبراج اليومية والشهرية للمزيد من التفاصيل. باي باي.